أزقة تحدها من الجانبين مبان قديمة، وسكان محليون يمارسون حياتهم اليومية. راجلاً كنت أم ممتطياً الرشكة التقليدية هذه، ترحب بك شوارع بكين الضيقة المعروفة بكوتونغ. هذا الحي الذي نتواجد فيه الآن يدعى نانلو بوشيانغ، ويزخر بالمعمار الفريد الذي يستقطب السياح، حيث تطالعنا مبان مرتبة من أربع جهات حول فناء ويحيطها جميعاً جدار. أنا من الأرجنتين، أسافر مع عائلتي زوجي وبناتي الثلاث حول العالم منذ سنوات، والآن نحن في بكين منذ الأمس، وها نحن نتجول ونرى المدينة. هذا المكان جميل، وسنرى المدينة المحرمة لاحقاً. الصين بلد جميل جداً. يتفق المؤرخون على أن هذه الشوارع المميزة ظهرت لأول مرة منذ أكثر من 700 عام في عهد أسرة يوان، عندما أصبحت بكين عاصمة الصين، وتم التخطيط حينها لجعل المدينة المحرمة مركزاً لبكين لتنبثق منها هذه الأزقة. لكن المؤرخين يختلفون في معنى كلمة هوتونغ بدقة، فالبعض يقول إنها من أصل منغولي وتعني الساقية، بينما يقول آخرون إنها تعني معاً بشكل عشوائي. ويذهب فريق ثالث للاكتفاء بشرح ما تمثله الهوتونغ، أي طريق مكون من ممرات ضيقة. وأيا يكن المعنى الحرفي للكلمة، فإن هذه الأزقة انتعشت منذ نشأتها لتخلق مجتمعا متماسكا مزدهرا وسط مدينة صاخبة. هذا المكان يضم مباني تقليدية، السلطات تسعى للحفاظ على هذه المنطقة، كما أن البعض طوروا محلهم هنا لأغراض اقتصادية، والزوار يحبون هذا المزيج الثقافي بين العراقة والحداثة. بكين هي العاصمة، لذا نحب زيارتها، نجد ثقافات عدة وتقاليد متنوعة هنا. سكان المناطق الأخرى يجدون سهولة في الحصول على الأطعمة الجيدة والتذكارات من المحال الصغيرة. يقدر عدد ممرات الهوتونغ المنتشرة في بكين بنحو 4000، تتعرج بطرق ممتعة وتعكس روح الصين القديمة شعبياً. يصفها سكانها بأنها كالأوعية الدموية المنتشرة في قلب المدينة، وإن ضاقت هذه الطرقات مساحة فإنها دائماً ترحب بأهلها وزوارها. لعل عمر مئات السنوات الذي تحمله هذه الأزقة يعد حديثاً نسبياً نظراً لعرقة التاريخ الصيني، لكنها شوارع تحمل تفاصيل البشر والحجر، مما يجعلها شاهداً قوياً على تفاصيل حياة جانب من سكان بكين ويدفع السلطات للحفاظ عليها. ميسون خالد، سكاي نيوز عربية، بكين.